أن لا تدرس العلم من أجل وظيفة، أن لا تدرس العلم من أجل شهادة، أن لا تدرس العلم من أجل قيادة، من أجل منافسة الأقران، وإنما تدرسه من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الواقع إذا التزم الإنسان بهذا الأمر، فإن درس الطب فهو يتقرب به إلى الله، إن درس الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الهندسة، الفلك، كل العلوم، لأن العلم ماذا يصنع؟ يكشف النقاب عن الحقيقة. وحقيقة الكون الكبرى ما هي؟ هي الله سبحانه، حقيقة الحقائق، لا شك في هذا ولا ريب.